حوالي 170 مليار دولار أنفقت من 1993 إلى 2010. من هدر أموال الدولة ومن المسؤول؟ ما صحة الأرقام ومن يبرئ من؟ إبراء مستحيل أم افتراء مستحيل؟ انتخابات لتقسيم لبنان أم لتوحيده؟ كلام الناس يواجه الأرقام بالأرقام، وهل تقع المواجهة هذا الخميس؟ كلام الناس يواجه النائب إبراهيم كنعان والنائب غازي يوسف. يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي. كلام الناس مع مارسيل غانم، الخميس 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.